تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا Let's look at a passage from Islam's most trusted source on the life of Muhammad. This is Sahih al-Bukhari, number 2442 in the Aisha Bewley translation. I'll post a link to the complete hadith in the description box of this video in case you'd like to read it. Here's Muhammad's response. Do not injure me regarding Aisha. The revelation does not come to me when I am in the garment of any woman except Aisha. Did you catch that? The revelation, Quranic revelation, does not come to me when I am in the garment of any woman except Aisha. In other words, don't complain about Aisha. Allah gives me revelations when I'm wearing Aisha's garments, but not when I'm wearing your garments. ولكن الأعجب من هذا أن الوحي كان يأتيه وهو في ثياب امرأة. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح
الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم among them. What in the name of RuPaul is Muhammad doing wearing women's clothes? The Muslim sources contain more than 30 references to Muhammad wearing women's clothing. I'll include several examples in the link I mentioned. The narration we looked at in Bukhari uses the word thawb, which is like our word garment in that it can refer to a man's garment or a woman's garment. But in context, it's the thawb of Aisha that Muhammad's wearing. Pretty creepy. Some of the sources, however, including Sahih Muslim, say that Muhammad was in Aisha's murt, which refers specifically to a woman's garment, more like our word dress. The Arabic dictionary Al-Mujam Al-Wasit defines murt as a dress from wool or cotton that is used as an izar, or a cover, by a woman. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما
ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.